شايفين جمال الكشري، حاجة كده تاخد العقل، ريحة وطعم يجنن. احنا كده هننافس كشري بطاري، ومعايا الصلصة والدقة. شايفين لون الدقة زي بتاعت بره بالظبط، وريحتها تجنن. والحمص معايا بصل، وكمان عاملين حمص شام بتاع زمان. جربوها بالطريقة دي وقولوا رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رانيا الجهري على قناتنا بيتك كله خير. لو عجبكم محتوى القناة والفيديوهات اللي بقدمها ليكم، انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد على قناتنا، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. النهاردة هنفذ بقى كشري أبو طارق، هنعمله في البيت. احنا ضامنين كل حاجة بطعم جنان، جربوه بالطريقة دي ومش هتشتروه تاني من بره. وكمان هنعمل مع بعض حمص شام بطريقة مفيش اسهل منها. يلا بينا نشوف المقادير وقولولي رأيكم في التعليقات. متنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم. لمقادير الكشري الحلة الواحدة معايا كوباية رز لسه ما اتغسلتش، ومعايا كوباية شعرية، ونص كوباية مكرونة من الشكل ده، وشوية من المكرونة سباجيتي على حسب العدد الأسرة اللي عندك اعملي. ودي كوباية عدس بجبة منقوعة ساعة الا ربع او ساعة في مية مغلية علشان يستوي معايا في الحلة. ومعايا معلقة سمنة على 3 معالق زيت، وكمان معايا حمص شام نقعاه من قبلها بليلة. ولو ما عندكيش وقت ممكن على الاقل ساعتين، ده حبايته كبيرة، في حباية صغيرة على حسب ما انت هتشتري. ده مغلف وبيتباع عند العطار صغير وكبير، واعتقد المغلف واللي هو عند العطار بقى سعر واحد. ومعايا طماطم وخل وثوم وبصل وملح وفلفل وكمون. هبدأ الاول قبل ما ابدأ في مقادير الكشري، هحط الحمص دوت ياخد غلوة واحدة على النار واصفيه واغسله تاني علشان هيعمل ريم. وبعد كده هحطه تاني على النار واحط عليه شوية ملح علشان يستوي معايا. المقادير دي مش للكشري بس، انا هعمل كمان معاكم حمص شام في نفس الفيديو. يلا بينا نشوف الحمص، هنحطه في الميه الاول ياخد غلوه. خلاص حطيت حلة على النار، هبدا احط زيت وسمنه. الماده الدهنيه هتخليه مفلفل معايا، وهبدأ احط الشعرين وهخليها تتحمر معايا. اكني بعمل رز عادي بشعرية، وتاخد معايا اللون الذهبي. بدأت تدخل في اللون الذهبي، شايفينها عاملة ازاي؟ خلاص كده العامر الرغاوي دي ريحة السمنة، وديها ريحة حلوة قوي. خلاص ده اللون اللي انا عايزاه، لون ذهبي. هبدأ انزل بالرز. انا الرز غسلته كمان، هنزل بيه الاول العام. الساعة اللي انا نقعت فيها العدس ده هتخليه يستوي معايا وما يتهرش مني. وهنزل كمان بالمكرونة. عايزة تكسري اي كمية من اي مقادير كسري براحتك. خلاص كده هبدأ انزل بمية مغلية. المية المغلية دي زي اكني بعمل رز تسويته زي الرز العادي بتاعنا. كده مظبوط.
هبدأ احط ملح وهقلبهم، وكمان هحط كمون نص معلقه صغيره، وهغطيه لغايه ما يبدا يتشرب، وبعد كده اوطي النار عليه زي ما بتعامل مع الرز تماما. خلاص كده بعد ما يتشرب هورهولك. شايفين الحمص بعد ما غلي طلع ريم؟ انا هبدا اصفيه تاني واغسله بميه فتره عاديه، واحطه تاني في ميه نظيفه، واحط معايا شويه ملح واديه غلوه تانيه، وهشيل الجزء شويه للمحشي سوري للكشري، وشويه لحمص الشام اللي انا هعمل بيه حمص الشام. اهو بعد ما غيرت الميه دي وغسلته كويس جدا اهو، خلاص كده الميه بتاعته هتبقى نظيفه. هبدا احط شويه ملح علشان يتملح كويس. لو حطيت الملح في الاول خالص وما نقعتهوش في الفتره دي، الملح هيأخر في سوى الحمص. تمام، هنبدا نحضر الصلصه بتاعه الكشري. معايا طماطم فريش، ولو عندك صلصه مفيش مشكله، وزيت وسمنه وبصله مفرومه، ومعايا نص معلقه ملح، معلقه كزبره، نص ربع معلقه فلفل اسود، ومعلقه سكر علشان اظبط الحموضه في الطماطم. يلا بينا نركبهم مع بعض. هبدا احط الزيت والسمنه على النار، والبصله اخليها تدبل معايا وتبدا تطلع ريحتها. خلاص كده دبلت معايا، هبدا انزل بالطماطم، هسيب الباقي ده لحمص الشام، هقلبها كده والتوابل بتاعتي، وهغطيها واسيبها تعيش مع نفسها لغايه هتتسبك معايا. وتوصل للقوام اللي انا عايزاه، علشان هزودها تاني حاجة علشان تبقى معايا صلصة كتيرة. في الوقت اللي الكشري بيتشرب فيه والصلصة بتاعته تتسبك، وكمان الحمص بيكمل سواه وبيتحدق حلو، هبدأ اجهز حمص الشام. حمص الشام فيه اللي بيحطوا بصل وصلصة وحاجات كتيرة قوي علشان طبعا منكهات، لكن الطعم ده بتاع زمان ايام ما كنا بنشربه واحنا صغيرين، اللي هي بقى الحلبسة كنا بنشربها بثلاث مقادير: الحمص الشام والطماطم والثوم وملح وكمون بس. هتشربي احلى حمص شام، احلى حلبسة ممكن تشربيها بالطريقة دي، خفيفة جدا. لكن اللي بيحطوا بصل وصلصة انت بتشربوا طبيخ مش بتشربوا حمص شام. هبدأ احط الحمص اي مقادير حمص انت حطاها، ومش بكتر الطماطم في المية، هي المية الطماطم بتتقل بعد كده. وهبدأ احط شوية ملح وشوية ليمون بعد كده وشطة، واشربوها وجربوها بالطريقة دي. ومعايا شوية كمون، جربوها بالطريقه دي وقولوا لي رايكم في التعليقات ايه. واحط فصين ثوم بقطعه كده عشان يبدا يطلع نكهته، وبعد كده بشيله. اللي عايز يشربه وياكله براحتكم. احطه على نار هاديه ياخد مع نفسه وقت لغايه ما اتاكد ان الحمص اتظبط في السوا بتاعه، والطماطم تفاعلت مع الميه وخدت كلها لون واحد. وحطي عليها بعد كده بقى ليمون، شطه، براحتكم اللي انتوا عايزينه، بس اعملوها بالطريقه دي من غير اي افتكاسات،
هتطلع معاكم طعمها تحفه. هحطها على النار وهرجع لكم تاني. هنعمل مع بعض كمان الدقه اللي هي الثوم، ثوم مفروم ومعايا خل وميه والزيت والسمنه اللي هم معايا من اول الفيديو مكمله لاخر الفيديو بيهم، مش بكتر الزيوت او السمنه، لا اكلك يبقى صحي ان انت توازي ما بين الزيت والسمنه وما تكتريش في الاكل، ومعايا ملح، والاكل بتاعك هيطلع طعمه تحفه وجميل جدا، وكزبره. يلا بينا نركب الدقه. معايا طاسه احط فيها الزيت والسمنه، هبدا احط الثوم انا مش عايزاه يصفر معايا، عايزاه بس ياخد لون بسيط جدا يدبل معايا ويطلع النكهه بتاعته. وحطيت الكزبره، شايفين الطاسه سخنه، هبدا انزل بالخل. ادي دقه الكشري ريحتها مش قادره اقول لكم واو. حط شويه ملح وشويه ميه، وادي دقه الكشري. الله على ريحتها. هسيبها بقى تاخد غلوه واقفل عليها. شايفين الطماطم اتسبكت معايا وركزت خالص، هسيبها دقيقه او دقيقتين وازودها شويه ميه تانيين وهسيبها تاخد غلوه، وكده الصلصه بتاعتي جاهزه للتقديم. شايفينها عامله ازاي؟ دقيقة وهحط عليها شوية مية مغلية، وبعد كده هخليها تغلي غلوة، وبعد كده تمام. هبدأ أحمر البصل. قطعت البصل جوانح كده رفيعة مش تخينة، حطيت طاسة على النار وشوية زيت وسمنة، يعني 3 معالق زيت ونص معلقة سمنة صغيرة، وهسيبها تسخن وهحط فيها كمان شوية ملح، وبعد كده هبدا احط البصل. بس عينك على البصل وايدك كمان على البصل لانه ممكن يتحرق في لحظه، يعني في اقل من الثانيه كده. خلاص هبدا انزل واوزعه كده. عايزه تكتري تقللي على حسب عدد الافراد عندك. هبدا اقلبه ويكون كده عندك بال طويل فيه، بس في الاخر النتيجه هتبهرك احلى من انتي ما تشتري من بره، واضمن وانضف وكل حاجه. وبدا يدبل، هقلب انا شويه وارجع لكم اول ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. كده خلاص شايفين الكشري عامل ازاي، مفلفل اهو ولا معاكن ولا اي حاجه، شايفينه عامل ازاي اهو اهو، مستوي كويس جدا، والصلصه اهي زي بتاعت بره، ودقه الثوم والحمص اهو، وكمان البصل، وادي كمان حمص الشام. جربوها بالطريقه دي وقولوا رايكم ايه في التعليقات. هظبط الطبق وارجع لكم. وده شكل الطبق، شايفينه عامل ازاي زي بتاع بره. احنا هننافس ابو طارق، وادي بقيه الكماليات بتاعته، وكمان حمص الشام شايفينه عامل ازاي.
حاجة كده تجنن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا بيتي كله خير مع رانيا الجهري. تنسوش تتابعوني على الانستجرام باسم رانيا الجهري، وكمان صفحتي على الفيسبوك بأشهى وأحلى الأكلات مع رانيا الجهري. وكمان ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو والشير لأصحابكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.